واحد عيط على صاحبته في التليفون قال لها العسل ديالي. جاوبت امها قالت لي العسل باقي ناعس. هو يقول لي شكون معايا؟ قالت لي معاك النحله شخصيه اللي غتقرص امك. درس اليوم عن الفشل. اعطوني مثال عن الفشل. انا استاذ. انا احسنت، مثال جيد. اعطوني مثال اخر. واحد خينا ما مزوج ما عدو ولاد، عدو غا واحد الكلب عزيز عليه بزاف. واحد نهار هو يموت، هزو داه دفنوك وعرض على الفوقها ودار النعي وعرض على الناس كاملة. واحد البرقاق هو يوصل الخبار سيد القيد، قال لهم سيد القيد عيطوا لي على ذاك خينا فين ما كان جيبوه. من اللي جابوه قال لي دوي عدو الله محشمتيش تشد الكلب وديه دفنو يبين المسلمين، وباش كملتي هادرت الكسكسو عرضتي على الفوق محشمتيش. قال لي را اسمح لي يا سيد القيد، را اللي كينا غنقول لك واحد نهار انا حلمت بيه، قال لي النهار اللي نموت دير لي النعي ودير الكسكسو عرض على الفقهاء واعطي القيد جوج ديال المليون. هو يقول لي القيد عود اشنو قال المرحوم اللي ولي برحمة الله. قال لي كدي واحد المرأة قالت الراجلة والراجل راه خاص جوج في الدار، راهو واحدة للطياب وثانية للخبز، راني ما قدرتش نتحمل نفسيا. هو يرد على الراجل قال له سير الله يعزك، انا راه من شحال هادي وانا باغي نتزوج الثانية، غير خفت لا تعكسي ليا وما تبغيش. وبصراحة راه كاينة وحدة عزيزة عليا وزوينة، وان شاء الله غادي ندير مجهودي باش نعدل بيناتكم. هي تقاطعوا المرأة وقالت ليها بغيت لك القوة والعمى انت والعدل ديالك، راني داويالك على البوطة، الله يتبعك البلا. شاب واقف طول العرس بيراقب فتاة جميلة وهي تنتظر مبادرته، وفجأة تقدم منها وقال هل سترقصين؟ أجابت بخجل شديد نعم، فابتسم وقال يرحم أمك أعطيني الكرسي تعبت صار لي ساعة واقف.